إن المنجز المرحلي الذي نقدمه اليوم ما كان ليتحقق دون انسجام حكومي قوي سياسيا مستقر بتضامن مكوناته ومستمر بنجاعة برامجه، تحالف استمد مشروعيته من صناديق الاقتراع ومن ثقة جلالة الملك نصره الله. كل ذلك في ارتباط بالمنهجية التعاقدية لمكونات تحالف الأغلبية على قاعدة البرنامج الحكومي، وتأسيسا على ميثاق الأغلبية الذي يشدد على الاستثمار الأمثل والمسؤول للزمن الحكومي التشريعي. فلم يسجل على أي مكون من مكونات التحالف الحكومي هذا زمن المغاربة في صراعات فارغة أو حسابات سياسوية، بل كل ما تم إنجازه يتم وفق منطق المصلحة العامة والتقائية السياسات وروح الانسجام والتنسيق.